الأمتار الأخيرة. الكاس 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 يتتقدم محبة. فرج بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري وصل بالخطاب مقدما هجر خريبيش بن محمد الوهيبي مع هجر من المركز الثاني. لكن أهالي دولة الإمارات الضيوف الضيوف يسيطرون على مجريات الأمور، يحكم القبضة على كأس الإذاعة بالأشواط العامة. تهانينا لفري بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري مالك محبة. أيضا الكاس الكاس يغادر إلى الأشقاء بدولة الإمارات. مرحبا من شرفه ركض البشاير في ضيافة سيدي أسعد ودارة. هذه لحظة وصول محبة فري بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري، بينما هنا هجر التي أتت في المركز الثاني خريبيش بن محمد الوهيبي. المركز الثالث مبشر علي بس